خلينا نروح للمعلق الكبير الحقيقه طبعا. ومحبوب المصريين الحقيقه استاذ حازم الكاديكي. يا استاذ حازم ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن اسلام، شو اخبارك حبيبي؟ وحشنا جدا، وحشنا جدا مصر بالطبع، كما قلنا يوم حقه ومبروك الانتصار، وكان عرس رياضي عربي جميل جدا. المهم كان في مدينه بنغازي احتفال جميل بمنتخب سيد افريقيا في هذه القاره، فان شاء الله مصر في كاس العالم باذن الله 2022، ونحيي كل متابعينك وقناه نادي الاهلي نادي القرن والجمهور الجميل. وانا سعيد جدا مع النجم من اسطوره النادي الاهلي كابتن اسلام الشاطر، وانا سامحني مش عارف من ضيوفك معاك، وتحياتي ليهم قلبيه. كريم سعيد واحمد ثابت بيسلموا على حضرتك، ده اولا. ثانيا حضرتك وحشني جدا، ده اولا. ثانيا الحقيقه انا حابب ان انا اهني المنتخب الليبي، وبعيدا عن الناحيه الفنيه الحقيقه اللي هتكلم معاك فيها كتير، ولكن بعيدا عن الناحيه الفنيه، على الاخلاق الرائعه والاسلوب الرائع في المباراه واثناء المباراه، حاجه جميله جدا ما شفناهاش من زمان يا استاذ حازم. والله انا اولا انا جدا سعيد اولا بتواجد المنتخب المصري، وحتى البعثه المنتخب المصري كانت سعيده، وكان انطباعهم بان الجو جميل بطريقه لا توصف يعني، والترحاب اللي لقوه من الليبيين هنا في بنغازي، تعرف بنغازي تمثل كل ليبيا، وكانوا فرحانين جدا واستقبلوهم استقبال رائع، واعطوهم كل الراحه تماما يعني، في مكان في منتدى في كل ما يتوفر من سبل الراحه للمنتخب المصري. فنحن نقدم مصر طبعا بالنسبه لنا شيء كبير وشيء عظيم، ومنتخب مصر في بلده الثاني ليبيا اكيد لا ليس هناك فرق تماما يعني. ف هذه طبع الليبيين انت عارف طيبتهم وبساطتهم وحبهم لمصر يعني، الليبي الاصيل بيعشق مصر يعني. طبعا استاذ حازم، من الجانب الليبي كيف رايت المباراه؟ الحقيقه النهارده كانت المباراه نعم من المفترض انها هتكون صعبه، ولكن المنتخب نعم. أنا طبعا هي المباراه بعطيها لك من جزئين، هي من ناحيه فنيه المنتخب المصري تفوق علينا فنيا، خلينا واقعيين. نعم. ونحن عارفين حتى الشارع الرياضي في ليبيا عارف هذا الشيء، فنيا المنتخب المصري بحكم خبره اللاعبين ومشواره الكبير في افريقيا والدوري اللي يلعبوا فيه اللاعبين المنتخب المصري من خلال دوري منظم، القيمه التسويقيه الكبيره، هذه الامور الفنيه فيها فوارق كبيره جدا. ان المباراه طبعا جاءت في هذا التوقيت، والمجموعه وضعتنا مع منتخب مثل منتخب مصر، والبدايه كانت لنا خلقت لنا هذا التفاؤل بفوزين على انغولا وعلى الجابون، واصبحت طبعا حلم الليبيين. طبعا انت ليبيا اللي مرت بظروف صعبه جدا، 10 سنوات صعبه جدا على الوطن، وسبع سنين بدون دوري، وعوده كانت المباريات اللي حققها اللي عشنا فيها، انا عشت قريب جدا، عادت الشاشات على الساحات في طرابلس وفي درنا تشوف درنا من 4 سنين كيف كانت مختصبه من داعش، فكانت فيها الروح الحياه عادت بسبب كره القدم لمت الليبيين، فكان هناك تفاؤل بان ليبيا تحقق مكسب يعني. عندما تفوز على منتخب مصر اكيد شيء عظيم، انه منتخب عظيم هذه الامانه، لكن بطبيعه الحال فنيا والمنطق فرض نفسه في النهايه، فاز المنتخب المصري. اخطاء كليمنتي في التشكيل لم يستقر عليها، كان واضح انه هو في المباراه الاولى غير عن المباراه اللي كانت في مباراه الانغولا عن تشكيله في مباراه مصر، كان هناك ارتباك فني من كليمنتي في خطته في مواجهه المقابل، كان الاستقرار هو عنوان عند كيروش في التشكيل، هذا ما خالفه حتى في التغييرات، كان في هناك سمينا ان كليمنتي الشارع الليبي قال لك اصابه زهايمر يعني حتى في التغييرات غريبه جدا. عبد الله الشريف ثم المنير في المباراتين لعب جوكر، لعب على اليسار، لعب على اليمين، فمدرب قراءته الفنيه وادارته ما كانتش، وهذا ربما عامل السن يؤثر كثيرا، لان كليمنتي لا نختلف انه مدرب كبير تاريخيا، ولكن عامل الوقت قد يؤثر عليه بشكل كبير، وهذا ما خلفنا. لكن في المقابل كما قلنا لعب على الناحيه المعنويه للاعبين، الدافع المعنوي، ولكن الدافع المعنوي واجه منتخب عنده خبرات لاعبين اسماء كبيره، فاستحق في النهايه المنتخب المصري الفوز، فالف مبروك لاهي.
انا بشكرك جدا يا كابتن حازم على هذه المداخله، ويعني دايما بتنورنا وحشنا جدا، واحنا انبسطنا النهارده الحقيقه ان احنا سمعنا صوتك حبيبي. مبروك وعلى القناه طبعا يا كابتن اسلام. انا بشكرك ونهني الاهلي بالفوز بالبطوله العربيه، وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي كل مصر يعني. حبيبي ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن حازم. كابتن حازم الكديكي طبعا المعلق الشهير والكبير الحقيقه الليبي، ورايه عن هذه المباراه.